وأنزل معه كتابه بالحق ليرشد الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا عباد الله، اتقوا الله تعالى، تمسكوا بطاعته والتقوى فتكونوا مفلحين. فاليوم أبين لكم عن فضيلة هذا الشهر الشهر ذي الحجة من الأحاديث فقط. كما رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام على العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة، ويعدل صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا. ولهذا اتقوا الله وتوبوا إليه واجتهدوا في مرضاته، وفقنا الله وإياكم. مقبل نعظم علينا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الانبياء، وعلى الملائكه، وعلى خلفاء الراشدين المهديين، خصوصا على سيدنا ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عنهم اجمعين، وعلى سائر الصحابه والصحابيات رضوان الله تعالى عنهم وعنهن اجمعين، وعلى التابعين الابرار الاخيار الى دار يوم القيامه. اللهم اهد لهم الذين يؤذون ويحصرون ويحصرون وليكن عبادك الصالحين. اللهم امنه واطمئن سائر بلاد المسلمين، وخاصه الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى والباكستان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان، وخاصة في رفع وغزة.
اللهم أهلك عداء الدين وشد شملهم وفرج جمعهم وأنزل به بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا من لا يرحم المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.